نقرأ لنمتلئ ولا لنفرغ أنفسنا، وإنما نقرأ لنجد العلاقة الجدلية بين الفراغ والامتلاء فينا، لنكتشف الدهشة في إجابات لطالما كنا نبحث عنها، لنتعلم عن ذواتنا أموراً لم نخبرها من قبل. فجمال الكتب لا ينبع مما تقوله، بل من قدرتها على الإنصات إلى ما في نفوسنا، وربما على التواطؤ معنا. بهذا الاقتباس نبدأ متناً جديداً في حلقة جديدة من برنامج متون، فأهلاً وسهلاً بكم. متن من عمان، وهو عبارة عن مخطوطات عمانية جمعت في كتاب واحد. تقع خزانة المخطوطات هذه في الغندق بولاية نزوة بسلطنة عمان، جمعت خلال فترات تاريخية متعاقبة عن طريق استنساخها أو شرائها في الأغلب. تضم الخزانة كما ذكر في موقع ذاكرة عمان 94 عنوانا ضمن 37 مخطوطا في علوم الشريعة والآداب واللغة العربية والتاريخ والفلسفة والكيمياء. ويعود أقدم مخطوط في الخزانة إلى القرن العاشر الهجري، وهو نسخة من الجزء 25 من بيان الشرع لمؤلفه محمد بن إبراهيم الكندي، منسوخ سنة 981 هجرية. وتتميز الخزانة بوجود عدد من المخطوطات نادرة النسخ، ككتاب التهذيب لمحمد بن عامر المعولي وأخرى منسوخة للحكام والعلماء. كما تتضمن الخزانة تقييدات نفيسة في الفقه والأدب والتاريخ، ويسعى هذا الفهرس إلى التعريف بمخطوطاتها والكشف عن مكنوناتها. كتاب خزانة وقف بني روح، وهو متن عماني حري بك أن تقرأ. هذا العالم يسرق معاطفنا ويسلمنا للبرد. هذا العالم ينهرنا إذا ما سألناه يوما أن يرد لنا معاطفنا المسلوبة، ويزجرنا ويرعبنا ويسلمنا للموت. رواية خلدت كاتبها، إذ قيل عنها تحفة نيكولاي جوجل الخالدة، كتبت في القرن 19، تحكي عن البطل الهادئ ذي الثياب البالية والمعطف الرث. كان وديعا رغم كل شيء، وكانت مشكلته الواحدة أن الصقيع في روسيا لا يرحم، وأن معطفه الرث أصبح مهترئا إلى حد بالغ السوء. تفاصيل خالدة في روايات المعطف. صدرت رواية المعطف لصاحبها الروائي الروسي الكبير نيكولاي غوغول عام 1842، تحكي قصة معطف رجل يدعى أكاكاي أكاكيفيتش، وهي قصة إنسانية قال عنها الروائي الشهير تورغينيف: كلنا خرجنا من معطف غوغول. تجري الأحداث في مدينة الليالي البيضاء سانت بطرسبورغ. هناك نقرأ معا أياما من حياة الموظف البسيط أكاكاي المسحوق ماديا واجتماعيا، تارة بين الأنظمة البيروقراطية وتارة أخرى بين نظرات الناس وسخريتهم التي لا تنتهي. كان خنوعا وحيدا لا يرد على مضايقاتهم إلا بقوله مستسلما: دعني وشأني، لماذا يحلو لك تعذيبي؟ كان أكاكاي يقضي اليوم بطوله في نسخ الوثائق حتى إذا ما انتهى وقت العمل وذهب البقية للتلذذ بأكواب قهوتهم، يظل هو منكبا على عمله رغم الروتين الممل الذي يشكل حياته، إلا أنه يقدم مثالا للموظف المتفاني في عمله بإخلاص. تتعقد الأحداث عندما تجتاح سانت بطرسبورغ موجة صقيع قاسية اهترأ معها معطف أكاكاي المرقع من كل الاتجاهات والجوانب، وقد حاول ترقيعه مرة أخرى غير أن الخياط نهاه عن ذلك، فالمعطف قد بات باليا ويحتاج إلى تبديل. قرر البطل أن يقتصد في يومه وأن يقضي المساء بدون شمعة، سلسلة من التقشفات ليحصل على معطف جديد. أصبح يلبسه بكل تفاخر وهو ينظر إليه ويتحسسه في كل مرة بيديه، مطمئنا عما إذا كان لا يزال فوق كتفه.
وفي طريقه للمنزل كان ذلك بعد أن عاد من حفلة ارتادها على غير عادته، واجهه رجلان أمام منزله ليجردا بطلنا من معطفه الجديد. أحزن كثيرا وبدأ بالاستغاثة فنصح برجال الأمن، إلا أنه في النهاية بات حزينا ونام مثقلا من شدة حزنه، ولم تكن سوى أيام حتى صعدت روحه للبارئ. اللغة بيت المعنى والإيجاز. في اللغة نعرف أصالة الكلمة ومكانة الصواب، ولكي ينساق قولنا مع معناه نقف في هذه المساحة بفقرة قل ولا تقل. لا تقل يملك حوالي مليون، وإنما صوب ذلك بقولك يملك نحو مليون، لأن كلمة حوالي تفيد المكان، فمثلا نقول جلست حواليه. لا تقل من الملفت للانتباه، وإنما قل صواب وهو من اللافت للانتباه، لأن اسم الفاعل من كلمة لفت يأتي على فاعل. لا تقل التقى بعضهم البعض، وإنما صوب قولك بالصحيح فقل التقى بعضهم بعضا، لأن كلمة بعض لا تقبل التعريف. لا تقل لعب الإعلام دورا، فكلمة لعب تعد من اللهو، فقل عوضا عن ذلك أدى الإعلام دورا. لا تقل أنت بمثابة أخي، وإنما أنت بمنزلة أو بمكانة أخي، ذلك لأن المثابة هي المكان الذي يجتمع الناس فيه بعد تفرق. يقول تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. هذه كانت إضاءتنا في قل ولا تقل. ولدت في تونس الخضراء عام 1962 في حي باب سويقة. حصلت على الدكتوراه في اللغة والآداب العربية من كلية الآداب والفنون والإنسانيات بجامعة منوبة. عملت عميدا للكلية منذ عام 2004 حتى عام 2011، ثم سرني القدر بأن جعلني رئيسا لها. قدمت لجمهور الأدب السيدة الرئيسة وباغندا ومرآة الخاسر وسيرة العطرة للزعيم. فزت بالجائزة العالمية للرواية العربية في الدورة التي كانت في عام 2015. هذا أنا الروائي صاحب الطلياني شكري المبخوت. ولد صاحب الطلياني الكاتب شكري المبخوت في تونس بأحد أحيائها العتيقة عام 1962. بعد إكماله دراسته الثانوية دخل دار المعلمين العليا في كلية نخبة طلبة الآداب واللغات. حصل شكري المبخوت على دكتوراه دولة في الآداب من كلية الآداب في متوبة. بدأ شغفه بالأدب منذ فترة الجامعة، وهو أول كاتب تونسي يفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية البوكر عن روايته الطلياني. هذه الرواية التي وشمت باسمه تناول شكري فيها حقبة من التاريخ التونسي الحديث، وركز على فترة الانقلاب الأبيض، كما حصل على الوسام الوطني للاستحقاق في قطاع الثقافة في عام 2015. وحصل المبخوت عن الرواية نفسها على جائزة الكومار الذهبي للرواية التونسية وجائزة الإبداع الأدبي في معرض الكتاب بتونس عام 2015. شغل عدة مناصب منها عميد كلية الآداب والفنون والإنسانيات بجامعة منوبة ليصبح رئيسها فيما بعد. أصبح المدير المسؤول عن المجلة المحكمة حوليات الجامعة التونسية التي تصدرها كلية الآداب والفنون والإنسانيات بجامعة منوبة وغيرها الكثير. قدم لقرائه السيدة الرئيسة وباغندا ومرأة الخاسر، إضافة لعدد من الكتب ودراسات التي شارك في تأليفها. تعرف الحداثة على أنها فترة تاريخية وفنية امتدت منذ عام 1865 حتى نهاية الحرب العالمية الثانية، وتزامنت مع تقدم الصناعة والتكنولوجيا، بحيث ظهرت كاستجابة للتقاليد والمعتقدات والأفكار الموروثة التي عرضها المفكرون العظماء.
أثرت الحداثة على شكل النصوص الأدبية وطابعها، فقد تمرد الكتاب في فترة الحداثة ضد الطريقة المعتمدة في سرد القصص وضد الشعر العمودي الذي كان سائدا في القرن التاسع عشر، وتبنوا الشعر الحر كبديل عن ذلك. أما في سرد القصص فقد أصبحت بشكل عفوي وغير منظم، وكان أحد الأساليب المستخدمة في الأدب هو أسلوب سمي بتيار الوعي، وهو يقوم على تجاهل التركيبة المعتادة للجملة، ويمتاز بتشتت أفكار النص ليمثل الحالة الذهنية المتشتتة للشخصيات الموجودة في القصة أو الرواية أو القصيدة، وذلك لعكس الحالة النفسية للأفراد الموجودين فيها. يقول إبراهيم محمد جواد وفقا لمقال نشر في شبكة نبأ تحت عنوان الحداثة في الفكر والأدب، أن إدغار آلان بو قد نادى بأن يكون الأدب كاشفا عن الجمال ولا علاقة له بالحق والأخلاق، وكأنما هو ليس وصيا علينا. قام المذهب الرمزي الذي أراده بودلير على تغيير وظيفة اللغة الوضعية بإيجاد علاقات لغوية جديدة تشير إلى مواضيع لم تعهدها من قبل، وكان يطمح أيضا إلى تغيير وظيفة الحواس عن طريق اللغة الشعرية، ولذا لا يستطيع القارئ أو السامع أن يجد المعنى الواضح المعهود في الشعر الرمزي. أما المذهب الرمزي الذي أراده بودلير فقد قام على تغيير وظيفة اللغة الوضعية بإيجاد علاقات لغوية جديدة تشير إلى مواضيع لم تعهدها من قبل. بهؤلاء جميعا تأثرت الموجات الأولى من الحداثيين العرب مثل السياب ونازك الملائكة والبياتي وخليل حاوي وأدونيس. وتعد قصيدة الأرض الخراب لإليت معلقة الحداثيين العرب، وذلك لاحتوائها على غموض ورمزية حولت الأدب إلى كيان مغلق تتبدى في ثناياه الرموز والأساطير واللغة الركيكة العامية، إلى آخر ما نراه اليوم من مظاهر الأدب اليومي للحداثيين العرب. يؤكد الكاتب في نهاية مقالته بأننا نحتاج إلى حداثة تنسل في مجتمعاتنا العربية ولا نرغب في استنساخ الغرب، فطلب بالتحديث والتجديد النابعين من ضرورة عربية خالصة والمنطلقين على أساس متين من المنهج الاستدلالي العقلي في الفكر والاستخدام السليم للغة العربية في الأدب. المتفحص لكتاب الله عز وجل يجد أن هناك كلمات تكتب بطريقة مختلفة عما نكتبها في حياتنا ومراسلاتنا اليومية، فللقرآن كتابة خاصة به تحمل معنى ومغزى. في فقرة بين المعاني لهذه الحلقة نقف عند الطريقة التي تكتب بها كلمة امرأة في القرآن الكريم. لماذا تكتب أحيانا بالتاء المفتوحة وفي أحيان أخرى بالتاء المربوطة؟ تكتب كلمة امرأة بالتاء المفتوحة إن كنا نعرف هذه المرأة، فكل امرأة معروفة تكتب بالتاء المفتوحة، وتعريف المرأة يكون بالإضافة إلى زوجها بضمير متصل يدل عليه أو إلى اسمه مصرحا به. فكما قال الله تعالى: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وقال نسوة في المدينة: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. وقال الله تعالى أيضا في موضع آخر: وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، وغيرها الكثير في كتاب الله العزيز. في الجهة الأخرى تكتب كلمة امرأة بالتاء المربوطة عندما لا نعرف من هي هذه الامرأة، فقوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. وفي سورة النمل قال الله تعالى: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. هذا هو كان الفرق في الكتابة والمعنى لكلمة امرأة في القرآن الكريم.
على طاولة في مقهى ريش تعرفا على بعضهما، جمعهما حب الكتابة والثقافة إضافة لملامحهما المتشابهة. كان الناس يشيرون إليهما كأخوين لا يعرفون بأن لا صلة للدم في هذا التقارب الفكري الرائع. ارتكزت هذه الصداقة على الكلمات، وكان مركزها هو حبهما وتأثرهما بالكاتب العبقري نجيب محفوظ. نشرا كتبهما معا وتعلما من تجاربهما. أسسا معا مشروع كتاب الطليعة، الثنائي الأدبي الراقي يوسف القعيد وجمال الغيطاني. الثلاثية أول ما جت لي فكرتها كنت قاري رواية طه حسين شجرة البؤس، هي قصة أميال، اتأثرت بيها وأعجبت بيها جدا. وأنا فاكر اني كنت بتكلم عنها مع المرحوم عبد الحميد الصحار، وقلت له انا نفسي لما اخلص من سلسله الروايات اللي في ذهني، ما اعرفش يوميا كنت وصلت لفين، اني اكتب قصه اجيال. صداقة متينة ممتدة جمعت الكاتبين الكبيرين يوسف القعيد وجمال الغيطاني، تعود بدايتها إلى ستينيات القرن الماضي في مقهى ريش، المقهى الذي عد مركزا ثقافيا. هناك كان الحضور البهيل العملاق نجيب محفوظ في ندوة كانت قد أقيمت له عام 1969، فحضر الشابين الندوة ليخرجا من باب المقهى مرتبطين بحبل الصداقة الوثقى. كان يوسف القعيد مجندا في الجيش، وجمال الغيطاني كان صحفيا ومراسلا حربيا في جريدة الأخبار. تشاركا فيما بعد مشروع نشر مع صديق ثالث اسمه سمير ندى، حيث دفع كل منهما مبلغا ماليا، ونشر جمال مجموعته القصصية الأولى أوراق شاب عاش منذ 1000 عام، ونشر يوسف رواية الحداد. جمعتهما الحياة في تشابه الأقدار والملامح، فقد كان الناس يظنون أن يوسف وجمال أخوين، كما كان للتشابه الاجتماعي سبب آخر ليعمق هذه الرابطة. فجمال كان قادما من أسرة فقيرة من وجه قبلي، ويوسف كان من أسرة فقيرة من وجه بحري، وكانا شابين يحاولان اكتشاف الوجود سويا. كانا يقرآن ويكتبان معا، وكانا صديقين للكاتب نجيب محفوظ. عمل الثنائي في الصحافة والأدب، ورغم ذلك فإن الميدان هذبهما ولم يخلق شرارة تنافس بينهما. فجمال كان يكتب القصة القصيرة ويوسف كتب الرواية، فقدما للعالم الأدبي أيام الجفاف والبيات الشتوي ويحدث في مصر الآن وغيرها الكثير، بينما كتب جمال الغيطاني حكايات الغريب والكتاب الممنوع وغيرها الكثير، ليرحل عن عالمنا تاركا رفيق روحه في عام 2015. اللغة العربية مستودع شعوري هائل تحمل في داخلها خصائص الأمة، معتقداتها وأفكارها وتصوراتها وتاريخها، ويبقى تعلم اللغات الأخرى حاسة إضافية ضرورية. سعت هذه اللغة في أسمائها وأفعالها وحروفها وجولاتها في الاشتقاق ومأخوذاتها البديعية، في استعاراتها وغرائب تصريفاتها، في انتصاراتها ولفظ كنايتها. بهذا الاقتباس نكون قد وصلنا لنهاية متن هذه الحلقة، نكتب متنا جديدا في حلقتنا المقبلة، وحتى ذلك الوقت في حفظ الله ورعايته، وإلى اللقاء.